حبيبة الأكل في كل مكان، أهلا بيكم حلقة جديدة. بنحاول دايما في الأكيل إن احنا نقدم لكم على قد ما نقدر مطبخ جديدة وأفكار جديدة. مطبخ النهاردة مطبخ قريب قوي من منطقة الشرق الأوسط، بالذات بلاد الشام متأثرين واخدين من بعض أكتر، مصر أقل شوية، ولكنه هو في الآخر هو المطبخ التركي. مطبخ النهاردة أو مطعم النهاردة حريم السلطان. المفروض ان كل الاطباق بالمكونات بل حتى بالفخار اللي بيعملوا فيه تركي وجاي من تركيا. تعالوا نعيش التجربة مع بعض ونشوف مطبخهم فيه ايه وبيتقدم ازاي وكام، ونقول رأينا في اخر حلقة زي ما معودين. الاتراك بيستعملوا ايه كتوابل مش موجوده؟ التوابل الاساسيه في المطبخ التركي الفلفل الاسود، الكمون، الزعتر سواء الفريش او الناشف. طبعا المكسرات الكتير قوي مع اللحمه المفرومه مديها طعم شكه تانيه خالص. توقعت ان اللحمه تبقى مهريه اكتر من كده شويه عشان موضوع الفخار، بس هي مش ناشفه، هي مظبوطه. حريم السلطان مطعم تركي. نعم. بس حضرتك سوري. سوري. انت قلت لي معاك شيفاكت اتراك جوه. نعم. ليه وانت مطبخكم غني جدا شيف سوري يقرر انه يشتغل في التركي؟ وحضرتك بتقول لي بقالك 8 سنين تشتغل مع الاتراك. نعم. ليه قررت انك تشتغل في المطبخ التركي؟ المطبخ التركي مختلف، يعني اختلاف عن المطبخ السوري، وبحال التنوع اكتساب خبرة أكتر، وأنا حبيته بصراحة. أنتوا واخدين من بعض كتير صح؟ المطبخ التركي والسوري. هو الأساس المطبخ السوري أو المطابخ العربية في نسبة متقاربة من المطبخ التركي. أوكي. بس تاريخياً ما تعرفش مين اللي واخد من مين، يعني لأن هو للأسف في التاريخ مش باين، بما إن العثمانيين كانوا أصلاً قبائل بدو. نعم. فمش باين مين واخد من مين يعني أكتر يعني. هذا بقول إنه أخذ. بيفرق في الطعم يعني لو نفس الطبق تركي وسوري. بيفرق في الطعم؟ بيفرق. ايه الاتراك بيستعملوا ايه كتوابل مش موجوده؟ التوابل الاساسيه في المطبخ التركي الفلفل الاسود، الكمون، الزعتر سواء الفريش او الناشف. والتنكهه النكهات تكتسب بالاطباق المطبخ التركي، فهي من مشتقات الطبيعه يعني او المنتجات الطبيعيه مثل الثوم، البصل، الليمون، فنسبه التوابل فيه نسبيا خفيفه. خفيفة عن المطعم عن المطابخ الثانية الشرقية. طب والتخصص أكثر إيه؟ لحمة يعني؟ نسبة اللحوم عالية. لحوم ضاني ولا ضاني؟ ولا موجود الضاني وموجود العيد، بس الضاني بشكل أكثر. أكثر بيعتمدوا أكثر على الضاني. على الضاني. زي بلاد الشام، بس طرق الطهي بالمطبخ التركي مختلفة عن المطابخ العربية. طب انت بتقول معاك شيفات تركي. نعم. بس حضرتك الشيف العمومي. نعم. طب ازاي شيف عمومي سوري يبقى على شيفات اتراك في مطعم تركي؟ لا ده نجاح يعني. ده الفكره اول التعامل مع الاستاف يعني الاتراك، المنيو، المواجهات، الخروج مع الزباين مع الجيست،
عشان بتتكلم عربي يعني؟ بتكلم عربي وبتكلم تركي. طيب وانا شايف انتم مترجمين كل الاطباق بالعربي. لانه الجست بتاعنا فيه مكتوب المنيو بالتركي تركي وبالعربي. بالعربي. العربي مشان الجست العربي. وانت بتتكلم تركي؟ بتكلم يعني. بتنطق زيهم كده؟ يا عم مش كده؟ لا مش باللكنة، زي البلاد العربية كل بلد لها اللكنة أو اللهجة الخاصة فيها. أوكي أوكي. إيه أكتر الأطباق اللي المصريين عارفينها في المطبخ؟ المشويات مرغوبة، المشويات التركية، الطواجن أو الفخارات عموما. أنت قلت لي الفخارات ما بتستعملوش فخار من مصر؟ لا بيجيبوه من بره. بنجيبه من بره. مواصفاته إيه مختلفة عن نفس المصري؟ نفس القلة المصري القلة، بس لساتها على الطين بتاعها مش مطلية بدون طلاء. اوكي بس هنا في مصر فيه. انت قصدك ان الطمي اللي معمول منه الفخارة بيدي طعم للأكل مختلف بيدي عن طعم. مصر؟ يعني حتى الطواجن زي مش زي الطاجن المصري، فهي ارتفاعها قليل. اوكي مش زي الطواجن اللي معمولة لا. مختلفة. بس الكثافة بتاعت الفخار هي ولا مختلفة ولا السماكة يعني؟ السماك. لا الكثافة بتاعت الفخار من جوه، يعني هل الفخار خفيف ولا تقيل؟ لا تقيل. تقيل برضه. اوكي. يعني لما يطلع لي بقى هبقى اشوفه واقرر يعني. طيب بص يعني ما فيش حاجات كتير عايز اتكلمها، انت بالك هم قد ايه هنا في الرحاب؟ بالرحاب تقريبا سنة وداخلين بالتانية. اوكي وهل في فروع تانية ولا ده اول حريم سلطان؟ لا في فرقة تانية لسه قيد موجود على الفيسبوك. لا هذا على الفيسبوك. ده اللي على الفيسبوك. ده على الفيسبوك. انت قصدك هتفتحه لسه فروع تانية؟ لسه يعني ان شاء الله 3 شهور 4 شهور الفرقة التانية. وانت بتقول ان الاونر صاحب المطعم تركي. صاحب الشركة نفسها تركي، والشركة تقريبا متأسسة من عام 2009. طيب فعلا هي مجموعة مطاعم. سؤال أخير، فضل. المكونات كلها من تركيا؟ يعني لحمة من تركيا ولا من مصر؟ أكيد لا. أوكي. اللحم المصري. والخضارات؟ الخضار من مصر ولا بس ممكن التوابل مثلا؟ التوابل احنا بنجيب من برا، الحاجات اللي مش موجودة بالبلاد العربية بنجيبها من برا. أوكي، وهل أنتوا فاتحين في حتة تانية في البلاد العربية ولا بس مصر؟ في لهم فرع بدبي. أوكي. والفرع الثاني إن شاء الله قريباً. بس يعني سبرايز ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بتمنى لك كل النجاح وندخل بقى في حته الاكل ان شاء الله. نعيش انا وانت بقى ودلعني. ها ان شاء الله. لا صيطني انت مصير ما تعرفش تطلع. هنبتدي بالسلطات والمقبلات. هم عندهم حاجه كده اللي هو السلط بار، بتاخد 5 انواع، اسمه
ميكست ابيتايزر بلاتر، ده بتدفع فيه 80 جنيه وبتختار انت خمسه من السلطات. اوكي، انا اخترت سلطه الزيتون اوليف سالاد، واخترت التشيلي سالاد، لا مش تشيلي سالاد وذ اورنج، استنوا بقى عشان اركز، هما ده المحمره صح، المحمره و بتنجان بالزبادي وفين ام فستق ومتبل بالفستق، ودي اللي هي الشي كفته، بس الشي كفته مش موجوده هنا اسعارها. اوكي anyway، انت بتدفع 80 جنيه وتختار خمس انواع من السلطه بار. هتلاقوا الحلقه كده متغيره شويه ان احنا بنقول حاجه باسعارها بالمره. بعدين عندنا ال ده اللي هو اسمه بيدا ميكس بالبيض، كاريسيك بايدا يومر يومر تالي، يعني لو فهمتوني. مهم، وده اللي بسبانخ اسمه كبالي سبانخ، عندنا الكبالي اللي هو جامع كوبلن في العربيه ما اعرفش. المهم يعني هنسمع اسامي غريبه بس يعني anyway. وعندنا هنا استنوا بقى عشان انا ايه خدت من الشرق ومن الغرب، دي اللي هي اسمها سيجاري بوريجي، سيجاره بوريجي، سيجاره بوريجي، ودي الكبه محشيه صح كده؟ طيب نحط ده على جنب ناكل بعدين نقول الاسعار عشان بس ما نزورش. نبتدي بالسلطات، الاول نبتدي بسلطه الزيتون. والزيتون مخلل معاه جبنه حلوم وعليه خلطه كده طبعا فيها ليمون باين قوي. الخلطه بتاعتهم يعني مش لازم نعرف هي معموله ازاي، المهم تيجي تدوقوها، مديه المزازه بتاعه الزيتون مع طعم مسكر كده في الاخر، بس مزازه الليمون باينه قوي. طيب ده اللي هو ده زي بابا غنوج. اوكي ده البابا غنوج بتاعنا اللي هم بيسموه متبل، هو قريب قوي في الطعم بس الشوي بتاع البتنجان او طعم البتنجان المشوي بارز اكتر شويه من عندنا اكتر كتير. ده البتنجان بالزبادي، عاملين الزبادي بطريقه كده، سوري عاملين البتنجان مش مهري قوي، بيعض تحت اسنانك شويه، طعمها حلو قوي. دي طعمها حلو قوي بس ليها عيب بقى، احنا عندنا في مصر في موسم البتنجان بيبقى مر، ما يقدرش يعمل فيها حاجه. النهارده البتنجان مر شويه بس دي هو ما يقدرش يعمل فيها حاجه، لان ده الزرع في بلدنا يعني. كل ستات البيوت عارفين ان في فتره كده البتنجان بيبقى مر لما تيجي تقليه او تعمله اي حاجه. ده اللي هو المحمر، محمر دي طعمها حلو قوي، مختلفه في الطعم عن المحمر الشامي اللي متعودين عليه، طعمها حلو قوي، فيها مكسرات، فيها حاجه صح؟ عين جمل؟ فيها عين جمل محروس، انا بقول برضو في طعم مكسرات في النص، حلو قوي. ده اسمه تشي كفته، تشي كفته، بص عليها من جوه كده. اوكي هي طعمها فلات شوية، ملهاش طعم مميز، هي فيها برغل ولحمة، لا جس برغل، طعمها يعني دي ليها طعم كاركترستيك قوي مميز قوي، دي طعمها شوية فلات مش ما تعلقش في دماغي، بس هي معموله من البرغل
طيب نخش في الجد بقى، نيجي للكبالي سبانخ. عيب بقى كده. طيب هنفتح واحدة وبعدين ناكل التانية، نفتح واحدة نشوف معمولة ازاي من جوه وبعدين ناكل التانية. هي ملفوف عليها حاجة كده عاملة زي العيش الصاج شوية. اوكي اهي جواها سبانخ وما نسميها احنا كفتة. بعدين ناخد واحدة بقى ناكلها زي ما هي. حلوة دي. طب تعالى نعمل، ربنا ما يقطع لي عادة، نعمل حركة صايعة كده شوية، نحط عليها زيت زيتون. طبعا هي كبيرة على بقي وعيب اللي أنا عملته ده. ده كان اسمه بيضة ميكس. بيضة ميكس دي عجينة ولحمة وفراخ وجبنة وبعدين عليها بيض. لحمة وفراخ وجبنة وعليها بيض. المعجنات عندهم حلوة قوي. الميزة كمان معلش انا امسكها بايدي. بص الطبقة بتاعت المعجنات رفع ايه. فانت ما بتملاش بطنك عيش. اوكي. بعدين ندخل على اللي هو السيجارة مش عارف ايه دي. استنى اقولها لكم تاني. هاي الاسامي صعب عليا شوية. سيجارة بوريجي. سيجارة بوريجي. اوكي ده عامل زي الجلاش بتاعنا. شوية زي سبرينج رولز من برا. في فوزدو مبشور. من جوه جبنة. نعناع. جبنة وبقدونس. أول قطمة تحاول تطلع من المخزون اللي أنت متعود عليه فبتلطشك على طول النعناع بس هو بقدونس. أوكي. ودي الكبة كوبيبة. عندنا دي اسمها كوبيبة. دي التشيلي كفتة. بس احنا عندنا هي شكلها شكل الكوبيبة بس على كبير شوية. وعليها برضو بشرة الفستق من بره. تشوفها من جوه. لحمة مفرومة. وفي هنا حاجة خضروات. فستق. دي ايه؟ فيها مكسرات. دي فيها مكسرات كتير مش بس فستق. فيها لوز وعين جمل وفستق مع اللحمة. برضه كبيرة قوي. ما بتعلمش مش عارف ليه مش عارف حجم بقي. هي طعمها قريب قوي من الكوبيبة اللي احنا عارفينها ولكن البرغل طعمه مختلف من بره. طبعا المكسرات الكتير قوي مع اللحمة المفرومة مديها طعم سكة تانية خالص. بس عشان اقرب لكم شويه هي قريبه من الكوبيبه العاديه اللي احنا عارفينها. قريبه. في بيوتنا زمان كانت الكوبيبه تتعمل محشيه مع اللحمه المفرومه سنيبر. في ناس تقول سنوبر. المهم يعني هما هنا قريبه من الفكره. البرغل مختلف مش زي البرغل بتاعنا طعمه. ومع اللحمه المفرومه حاطين ثلاث انواع مكسرات او اكتر.
فهو ده الاختلاف الرئيسي في الطعم. بنت ناس قوي متربيه. نقول اسعار بسرعه بتاعه الفقره الاولى، فبالتالي انتوا بتشوفوا السلاد بار قلنا الخمس انواع ب 80 جنيه، سيجاره بوريجي اللي هي دي 55، الكبه المحشيه 50، في المعجنات كبالي سبانخ 50، وبيضه ميكس بالبيض 70. دي الحاجات اللي اتقدمت لنا في الفقره الاولى، وده العيش بتاعهم. خلينا ندوقه، هو بيجي منفوخ قوي، احنا بططناه عشان الاطباق دي تبان عندكم في الكاميرا. دوقت العيش ده في حته قبل كده؟ كانوا بيحطوا عليه في العجينه بتاعته بيحطوا كركم، عشان كده كان بيبقى لونه اصفر، بس ما اعرفش ده معمول ازاي. هو عليه من فوق سمسم وحبه البركه. طعمه قريب قريب، مش هو قريب من العيش الشامي بتاعنا، مش بتاع الشوام كطعم في بقك يعني، بس معمول ازاي هعرف لكم واقول لكم في الفقره الثانيه. يلا ننتقل لفاصل ونرجع الفقره الثانيه. اول حاجه ده عيش تركي، ودول السايدز اللي هو رز بالمكسرات، والبرغل بتاعهم اللي انا بقول لكم طعمه مختلف شويه عن البرغل بتاعنا احنا. اوكي، بعد كده عندنا لحم بالخضار جوفيك اتلي كريميت، معلش تركي عندي بعافيه شويه. المهم ده 120، اللي هو ده هو جوه هنا في خضار باللحمه، ودي فخاره وتبقى مقفوله بعيش. والتيستي كبابي او كريميت، برضو كريميت يعني فخار، دي بتبقى اللي هو الشغل اللي انتوا شفتوه بيبقى في قله كده فخار وبعدين بتدلق، ب 120. ده ب 120 وده ب 120 نفس السعر. اوكي، وبعدين عندنا يا سيدي الميكس جريل اللي هو المستخبي هنا كده، ممكن اوريه لكم كده. ده الميكس جريل، مشويات متنوعة ب 160، والبيتي كباب اللي هو ده ب 120. ده هما شرحوا لي ان هي العجينة في وسطها الكفتة، وبيتحط عليها من بره زبدة وصلصة ورشة فستق مبشور. اوكي، في حاجة لسه ما قلناهاش. في دي كانت في
في المقبلات، بس احنا اجلناها، اللي هي العلي نازك كباب. دي متبل وعلي لحمه بصوص معين. في حاجه ما قلناش؟ لا، نبتدي. طيب نبتدي بالمقبلات. طعمها مميز قوي. البتنجان او اللي احنا يعني احنا بنسميه بابا غنوج، يعني مع اللحمه السخنه مع الصوص بتاعها، طعمها مميز جدا. فيري نايس. بعدين نخش على دي. عجينه جواها كفته وعليها زبده وصلصه طماطم، وجبنه، عليها جبنه موتزاريلا فوق. احنا بنسميها كفته، هما بيسموها كباب. اوكي، المزازه بتاعت الطماطم مع طعم الموتزاريلا والزبده من فوق، ميكس هايل. وبرضه نرجع لنفس الميزه، ان العجينه رفيعه قوي فمش حشو بطن. طب بما انهم حاطين جنبها هنا زبادي، يبقى اكيد ليه لازمه، مش هحطوه كده ديكور. حلو بالزبادي لانه بيرطب، بس انا حابب طعمه لوحده. طعمه مميز قوي وحلو قوي، ومدي برضو السكر شويه كده في الاخر وانت بتبلع حاجه مسكره كده في الاخر. طيب دي اللحمه بالخضار اللي كانت في الفخاره اللي عملنا بيها الشو. ده المفروض لحمه فليتو، مش كده؟ فليتو. اوكي، والتومه بيحطوها زي ما هي. انا بعشق التوم الفص لما بيبقى مطبوخ. برضه طعمها حلو قوي. توقعت ان اللحمه تبقى مهريه اكتر من كده شويه عشان موضوع الفخار، بس هي مش ناشفه، هي مظبوطه. بس مش عارف ليه كان عندي كده اقبال عليها وانا داخل اكلها، كنت حاسس ان هي هتدوب في بقي عشان موضوع الفخار والفرن وبتاع. بس هي يعني اكنك عاملها طبخها جريل، مش جريل، اكنك طبخها. اوكي، ف مش ناشفه، ولكنها انا كنت متوقع تبقى اطرى من كده. طيب نيجي هنا بقى فكره اللحمه بالخضار جوه الفخاره متغطيه بالعجينه وعليها جبنه كمان. لا صور يا عم، صور صور يا عريس، انت رايح تتجوز بكره، صور. صورت؟ اوكي، معانا مصور يا جماعه، فكرني ب سك على بناتك. فاكرين العريس اللي خد اوردر زياده ومش عارف ايه قبل ليله الفرح؟ اهو ده كده، ده متجوزه بكره، انما كان بيصور معانا امبارح وبيصور معانا النهارده. سبحان الله ولا اله الا الله. نحت برضه ليه ناسه. طيب ناخد اللحمه بالخضار بالجبنه. هو طبعا اذكى ان انت تغرف بالمعلقه. اقول لكم حاجه من قبل ما ادوق، طبعا الطبق ده تركي، لو جينا احنا حبينا نمصره نبقى صايعه قوي لو عملناه بالسجق بدل اللحم، نحط سجق. ياه، طيب نجرب. هو ده نعومه اللحمه دي، هنا كنت متوقعها، هنا لقيتها، هنا اللي هي اللحمه اللي بتدوب في بقك دي، هي دي. نجربها نجرب اللحمه بالجبنه بالطماطم. هم حاطين فلفل الوان وطماطم تشيري توميتو. بصوا
الطعم مختلف، ده عليه جبنه، ده بفصوص توم زي ما هي، ده بخضار وده بخضار. مش عارف عجبني دي اكتر، دي طعمها حلو بس عجبني دي اكتر، دلوعه كده في كده الاكل الشرقي. ها حلوه دي، حلوه قوي. وطبعا الصيع كمان اللي زي حالاتي ياخدوا شويه صوص من ده يقوموا حاطينه على الرز الابيض كده. اوكي طبعا انت فاكر ان انا احط المعلقه في بقي صحيح. ونقوم ضايقينه بالرز. الله الله الله. ده انا عايز اقول لكم بقى ان اللحمه والجبنه وبتاع كله كوم، والصوص ده مع الرز ده كوم تاني. طيب احنا دونا ده وده وده وده، العيش هنجيله بعدين. اه بصوا بقى، طب طالما بقى عندنا عيش ولازم ندوقه، ناخد العيش التركي ونقوم مسقينه او مسقسقينه في الصلصه اللي جوه دي. امال يعني اكيل على الفاضي؟ ايه يا شاف ده؟ الطبق ده يدرس يا شاف، حلو قوي. انتوا عارفين يعني انا ما اقولش على حاجه حلوه قوي غير لو فعلا. طيب نيجي بقى للكباب بتاعهم اللي احنا بنسميه كباب. وانا عندي اعتراف، كوني مصري وكوني متخصص في الاكل، دايما عندي مقوله شهيره جدا: طعم كبابنا من عند كبابجي شاطر وارث المهنه وما لعبش فيها. الكبابجيه اللي بيختاروا حته اللحمه اللي ما تخورش الميه ويحطوها يا دوبك كده في طماطم، مي طماطم وبصل وفلفل وملح وفلفل ويحطوها على الشوايه. انا عندي الكباب ده بالدنيا، دقت كباب في دول كتير منها الاردن ومنها تركيا. لا كبابنا احنا ليه طابع مختلف يعني، بس ما يضرش ان احنا منفتحين على كل الثقافات وندوق ويعجبنا حاجات تانية، بس يفضل برضو عندنا الكباب بتاعنا احنا حاجة مختلفة يعني. طيب يعني مثلا في الطعم هما بيحطوا زعتر على الكباب او على الريش يعني وبتاع، احنا ما بنستعملش زعتر. بس لاجل الحق طعمه حلو يعني، انا لو رايح للكبابجي عشان اكل ده هروح زي ما بندب مشاوير عشان نروح للكبابجيه بتوعنا، برضو نفس الحاجه، طعمه مختلف تماما طبعا عن كبابنا، ولكن لحمه حلوه تندر طريه. وفكره فكره الزعتر عليه مغير الطعم تماما عن اللي احنا نعرفه. دي اللحمه برضو طريه قوي، هدوق الفراخ ولو اني ماليش فيها لانهم دايما بيستعملوا الصدور وانا بفضل وراك الفراخ لان بتبقى اطرى، الصدور صحيه اكتر، اللحم الابيض صحي اكتر، بس انا بفضل دايما طعم الوراك في المشوي. حلوه، محدش يقدر يتكلم. هما حاطين ثلاث انواع ما نسميه نحن بالكفته، ما بيسموه بالكباب، هم بيسموه كباب، احنا بنسميها كفته. كفته بالفستق وكفته حراقه والكفته الساده. كفته بالفستق هي اللي انا دقتها، ودي الكفته الساده. والحراق ما بدوش. اوكي. هما بيطحنوا او بيفرموا اللحمه اكتر مننا شويه، يعني احنا
المتمرسين في أكل الكباب يقول لك إن الكفتة الحلوة هي الكفتة المخرزة اللي هي محبحبة، تلاقي كده الحتت بتاعتها كبيرة سنة يعني. هما لا، هما بيستعملوا بيفرموا الكفتة أكتر مننا شوية. اللي بالفستق اختراع حلو، طعمها مش بطال جدا، وريش بتاعتهم طعمها حلو. هو في الآخر طعمه مختلف عن الكباب بتاعنا ولكنه متميز حلو. اوكي، ناخد بق ونلخص بقى الموضوع كله. اوكي، الاكل كله متميز جدا، عندك فعلا تجربة طعم. كل طبق بيلمس حساسات مختلفة في لسانك وبيطلع لك حاجة مختلفة، بل ان جوه الطبق الواحد عندك الكفتة اللي معمولة او الكباب، هم بيسموه كباب، اللي معمول بالفستق طعمه غير الحار الحراق، غير الكفتة العادية جوه الطبق نفسه، غير الريش، غير غير غير. فدي ميزة في المطبخ التركي، وهو كثرة النكهات. عندك نفس الحاجة لحمة وخضار في فخار، وده فخار بس يعني شكله مختلف، انما هنا بتوم واخدني في سكة معينة، وهنا بالجبنة الموتزاريلا مش عارف ايه واخدني في سكة تانية خالص، رغم ان المبدأ واحد. كل حاجة طعمها حلو قوي. الاسعار احنا بنقولها ما بنعلقش عليها، لان كل واحد اضرب ميزانيته الكلام ده يناسبه ولا لا. احنا بنحاول نعمل كل انواع المطاعم، من اول العربية اللي في الشارع لحد الفايف ستارز ريستورنت، عشان الاكيل مش ملك فئة معينة، ملك للناس كلها. اللي لازم اقوله انها تجربة حلوة وتجربة مهمة، وارفع القبعة لشيف سوري يترأس شيفات تركي في مطعم تركي. انا احب اوي الحاجات دي، كيفني حس كده ان الراجل ده متميز، يعني زي كده ايه مو صلاح اللي راح علم على الانجليز في بلد الكورة، يعني حاجة كده يعني. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة، انا استمتعت بيها جدا. غالبا هدوس في الريشة الاخرانية دي قبل ما التتار يهجموا على الطبق.